المرابطون، تعرفون هم المرابطون هم الصحراويين هذو، الخلافة المرابطية الكبيرة جدا التي وصلت حدودها إلى ظهر السنغال، ووصلت إلى بحيرة تشاد، ووصلت إلى الجزائر العاصمة، العاصمة الجامع الكبير نتاع العاصمة الذي بناه هم المرابطون. من هم هؤلاء المرابطون؟ هما قبائل شنقيط. من هي شنقيط؟ هي ما يسمى الآن بالصحراء الغربية وموريتانيا. هم الذين كونوا أول إمبراطورية كبيرة بشكل في هذه المنطقة هذه. احتلوا سرج الماسا في سنة 447 هجري، ثم اتخذوا من أغمات عاصمة لهم، ثم انتقلوا إلى مراكش وكونوا دولتهم المعروفة جدا الكبيرة جدا، وفتحوا المغرب ما يسمى بالمغرب الأقصى، وفتحوا الأندلس، وفتحوا الجزائر، وتوقفوا في العاصمة. وأنا قلت هذا مرة ثانية، لماذا توقفوا هنا في العاصمة؟ لأنه أبناء عمومتهم الصنهاجيون الزيريون يحكمون في بجاية، دولة الحماديين في جاية، وهي الدولة الزيرية وهي دولة صنهاجية، وهؤلاء الصحراويين صنهاجيون. إذن إذا طبقنا التاريخ، إذا قلنا فمن يطلبوا بمن؟ هذه الصحراء تطرب المغرب أو المغرب يطرب الصحراء؟